أسمحكم في الركن هذا أخبار متفرقة وبعيدا عن التهويل وتسويق قائمات الأشغال المنجزة من قبل شركة يوسف الطيف على أنه ممتلكات للشركة، لأنه وقع إيقاف كمال طيف، ونشوفه في فيسبوك كيفاش كل الأشغال قامت بها الشركة يحسبوها لكمال طيف هكا في فيسبوك، الغاية هو التلبيس على الناس. لذلك بعيد عن التضليل وكذلك بعيدا عن حملات التنظيف كاسة الحمام التي يمارسه للأسف الشديد بعض الإعلاميين والصحفيين فيما يتعلق بكمال طيف، يقول لك كمال طيف لا يملك شيئا. ما سأذكره يعني في الموجز ليس بتخمينات ولا تأويلات، بل هو نتيجة بحث استقصائي بوصفي أنا صحفي استقصائي قمت به في كتاب استقصائي يحمل عنوان الشراكة الملعونة، والذي تقصيت فيه نزاع البنك الفرنسي التونسي البي اف تي وشركة أجنبية. البنك هذا أغلق ما عندوش برشا، قلنا ما سأقوله هو نتيجة بحث استقصائي دام قرابة 4 سنوات، وكان نتيجته الكتاب هذا المطبوع تقريبا عنده عام ونص جاهز طباعة، ونتيجته كذلك تم فيلم استقصائي كنت أنا الباحث والمعد الرئيسي فيه صحبة زميلتنا بهيجة بن مبروك، وأنتجته شركة إنتاج تونسية ولفائدة قناة خليجية. اللي يهمنا أنه الفيلم لم يعرض للأسف الشديد بعد، وبالتالي تم التزام أدبي يمنعني أني ما سأقوله لا أقدر أن أستعرض الوثائق، فقط سأكتفي لأنه التزام الأدبي هذا ما يخلينيش نذكر الوثائق اللي أنجزت في الفيلم، ولكن أنا سأذكر بعض المعطيات موجودة في الكتاب هذا. إن شاء الله يسمح لي أنه بالترويج فقط الآن، إشارة فقط الغلاف كما قلت تم التزام أدبي يمنعني من إظهار واستشهاد بالوثائق في الشاشة في المباشر. اللي هنا سأكتفي بعض المعطيات التحقيقية حول كمال الطيف، سأكتفي على الأقل بزوز معطيات، 2 معطيات اللي هما تقرير وسد المشاهدين والمتابعين ينجموا يثبتوا في المعطيات ويمشوا. قلت لكم هذه نتيجة بعد استقصائي. هناك تقرير رقابي للهيئة الرقابة العامة للمالية بتاريخ نوفمبر 2017، وثم مراسلة كذلك من البنك المركزي بتاريخ 30 ديسمبر 2019 يعني في 20. نحكي على وثائق موجودة في الكتاب وموجودة في الفيلم، لكن أكتفي بذكر هذه المعطيات فقط. إيش تقول المعطيات هذه؟ أنه شركة يوسف الطيف، شركة والد كمال الطيف الله يرحمه، هو الشركة هذه مدانة فقط للبنك الفرنسي التونسي، البنك اللي أفلس الدولة حلاته حتى الموظفين وزعتهم على باقي البنوك، مدانة للبنك الفرنسي التونسي، ما نحكيش على البنوك الأخرى، بزوز مليارات و295، هذا راهو الرقم مذكور في مراسلة رسمية من البنك المركزي. قلنا هذا مدانين كان للبنك الفرنسي التونسي شركة يوسف الطيف. المشكل وين؟ الغريب أنه الشركة هذه تم تفليسها بتاريخ 30 أبريل 2019، موجودة الوثائق، نحكيكم على معطيات دقيقة. الشركة هذه بدأت عملية متاع الاستكراسيون 2011 وانتهت اخذت حكم قضائي بتاريخ 30 أبريل 2019 باش تتفصل من كل التزاماتها للسي ان اس اس كول تجاه موظفيها، كل شيء مدانة للبنك الفرنسي التونسي بقرابة 2.295 مع 2 مليارات واش تقريبا 2.3 كان البنك الفرنسي التونسي، ما نحكيش على الشركات الاخرى والبنوك الاخرى. وللاسف الشديد ما ثم فساد، هذا باش نحكوا راه مش كل يقول فيه سعيد غلط، ولكن التلبيس في الاعلام وفي السياسيين هو اللي يحدث هذا الغبش هذا. كمال طيف، اذا حكينا شركه يوسف الطيف هذه، شو علاقه كمال طيف؟ كمال طيف هو وريث الشركه هذه باعتباره ابوه، وكذلك هو شريك في الشركه بتاع يوسف الطيف من خلال عنده شركه بتاع بلومبوري معروف. يقول كمال طيف في شارع بيروت كان مكتبه في شارع بيروت، عنده شركه بتاع بلومبوري كانت جزء من شركه يوسف الطيف اللي خذات حكم قضائي فلسوها عام 2019 باش تتفصى. والغريب شفت فلسوها، ما تخذت حكم باش تتفصى من التزاماتها، ولكن شوفوا قائمة الإنجازات
اللي الان في الاعلام يحبوا يحطوها املاك كمال طيف، معناها كده لا عندك جزء من الحقيقه، كيكثر عليها الغبش تصبح ما عادش الحقيقه، مع الغايه انه هالشعبويه ما عادش تفرز لا من الغث لا من السمين لا من الحقيقي لا من الغلط. اكتفي بهذه المعطيات مع العلم انه في البحث الاستقصاء ذاك كنا طلبنا كمال الطيف في المواجهه وتهرب من المواجهه، حاولنا بكل الطرق مع اصدقاء ولكن تهرب من المواجهه. ذكرت لكم زوز معطيات مراسله بالبنك الفرنسي المركزي بتاريخ 30 ديسمبر 2019 رسميا، فيها الرقم هذا وانا عندي الوثيق امامي، فيها 2.295 مليار، مع قرابه 2.3 مليار مساله من شركه كمال شركه يوسف الطيف نتاع بوه كامله للبنك الفرنسي التونسي، ما نحكوش على البنوك الاخرى، راهو مشكل يخرج مع موظف مش صحيح. والشركه الاخرى مشينا حتى للقباضه ما لقيناش التراسه نتاعها، ما تمش التراسابيلتي اصلا، ما تلقاش الاثار نتاع الشركه، حل الشركه هذيك ومشى خلق شركات اخرى. واكثر يؤلم هو انه اصبحت ديون معدمه البنك الفرنسي التونسي اللي هو كان ملك الدوله تبع الاس تي بي، وللاسف الشديد فساد كبير، صحيح ما قضوش عليه قبل، لكن الشعبويه الان التي تمارس هي مش تفسد على الناس الاصلاح الحقيقي. اقول هذا واكتفي بهذا القدر، كما قلت انه ثم التزام ادبي لا يمكنني ويمنعني من نشر محتوى الكتاب، وفي انتظار صدور الفيلم، ولكن هذه بعض المعطيات للرد على بعض الزملاء الاعلاميين والصحفيين، ان شاء الله يكونوا على الاقل حسن نيه فقط ليتبينوا. نختم وننهي ركن اخبار متفرقه وعوده لضيفين.